مع أحمد القماطي. تنظيم داعش الإرهابي يضرب الفجهة بالجفرة، ارتكب فيها اليوم مجزرة مروعة راح ضحيتها عدد من خيرة أبنائها. كما أقدم التنظيم الإرهابي خلال غارته هذه التي نفذها برتل مؤلف من 25 سيارة، أقدم على إضرام النار في مركز الشرطة الوحيد في المنطقة، كما أضرم النار في مبنى الحرس البلدي ومحطة إرسال لشبكة هاتفية على طريقة الفرع الشامي من داعش. وهجومه الأخير على السويداء السورية، الفرع الليبي من التنظيم أقدم على فعل مماثل باختطافه عددا من أبناء المدينة ونقلهم إلى جهة غير معلومة. وبهذا الخبر الحزين أبدأ حلقة اليوم بتقديم واجب العزاء والمواساة لأهلنا في الجفرة الحبيبة وفي عموم الدولة الليبية. كما أرحب بكم في برنامج الحدث، أهلا بكم مشاهدي. يوم الاثنين 29 من أكتوبر لعام 2018، مجلس النواب يقر قانون مرتبات العاملين بقطاع التعليم بعد عام ونيف استغرقها النقاش حول حقوق المعلمين ودورهم وبين قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتهم. نرصد اليوم في برنامج الحدث القانون الصادر، نحلل بنوده وما جاء فيه، وأسأل عن نظرة المعلم له، وهل جاء في إطار يلبي سقف طموحاته؟ أما السؤال الآخر الأكثر أهمية هو عن النطاق الجغرافي الذي سيخرج فيه القانون، وهل سيقتصر عند حدود الثني أم سيتمدد ليصل عند حدود السراج؟ فتلك بقعة جغرافية أخرى لا تصل إليها عادة القوانين النيابية.
ينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع هنا في الاستوديو الأستاذ عبد النبي العرفي الناشط التربوي، كما أرحب بالناشط التربوي الأستاذ محمد عيسى الفلاح. عدد آخر من الضيوف سوف ينضمون إلي تباعا حال جهوز الاتصالات بهم. أبدأ معك أستاذ عبد النبي، بداية أهلا بك. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، وأهلا بجميع المتابعين قناة الحدث الرائدة. وحقيقة بداية أود أن أعزي أهلنا في جفرة في ضحايا الهجوم الغادر. أتمنى الله من الله العزيز القدير أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يكون رد عاجل من قبل القيادة العامة للجيش الليبي على هذه الفرقة الضالة بإذن الله تعالى. أستاذ عبد النبي، مجلس النواب أخيرا يصدر قانون مرتبات المعلمين الجديد، كيف تقيم الصورة التي جاء فيها القانون؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للمعلمين، يوم اطلاع مجلس النواب الموقر برئاسة الفاضلة وبأعضائه الشرفاء. أستاذ عبد النبي أعتذر منك، يبدو في مشكلة في الصوت، سوف نعمل على إصلاحها وسوف أعود إليك. ورحب بك أستاذ محمد عيسى الفلاح الناشط التربوي، وأبدأ معك من ذات السؤال الذي سألته للأستاذ عبد النبي صالح العرفي، كنت أسأله عن الصورة التي جاء فيها القانون، قانون مرتبات المعلمين الجديد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير معلم بعث ليعلمنا معنى الحياة الحقيقية ويرسي دعائم دورة الإسلام. ما جاء في هذا الحدث العظيم في اليوم 29 من شهر أكتوبر كان تصحيحا لإجراءات اتخذت في يوم 30 أكتوبر عام 2017، حينما أقر مجلس النواب زيادة المرتبات مع تشكيل لجنة لتحديد من يستحق ومن لا يستحق. الحقيقة هنا كان فيه جدل كبير وحوار شاق وصعب استمر لمدة عام ما بين لجنة مجلس النواب وحكومته وما بين نقابة المعلمين ومعلميها. خلص هذا الحوار إلى إقناع مجلس النواب بالفكرة التي يحملها أعضاء النقابة العامة للمعلمين ونقاباتها الفرعية وكل معلم إلى إصدار هذا القانون الذي لا يفي بطموحات المعلم، ولكن ولو جزء من طموحات المعلم، لأن طموحات المعلم ترقى إلى أعلى من مستوى المادة والمرتب وما إلى ذلك. طيب أي درجة في التقييم على 10 كم تعطي القانون فيما يخص قانون اليوم؟ والله قد يكون 5 من 10، لأن الأهم من هذا هو التعامل المعنوي مع المعلمين، وكيف يتعاملوا مع المعلمين، كيف يحترم المعلم، كيف تقدر ظروف المعلم، كيف يهيئ المعلم، كيف يتم إعداد وتأهيل المعلم، كيف يتم تعيين المعلم. هذين معطيات، لأن نحن هدفنا وصول إلى معدل أداء جيد لتخريج كوادر ممتازة تعمل على قيادة الدولة في المستقبل من جميع مناحي الحياة، وهذا يتطلب إعداد وتأهيل وتهيئة نفسية للمعلمين. بدأنا الخطوة الأولى بتحسين الوضع المالي من حيث المرتب والتأمين الصحي. الخطوة الثانية هي الإعداد والتأهيل وتوفير الحماية واحترام المعلم كإنسان قائد اجتماعي يؤثر في المجتمع ويعمل على حراسة المجتمع من الأفكار الهدامة. الحارس على الفكر هو أهم حارس، أهم من حارس الأمن، لأن الفكر يتسلل من الأدمغة، أما الأمن يتسلل من النوافذ ويتسلل من الأبواب، يتسلل بالسلاح. فالأخطر هو المخفي، وهذا هو اللي ديداننا في الفترة القادمة نحن كمعلمين، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المجتمع. أجدد الترحيب بك الأستاذ عبد النبي صالح العرفي الناشط التربوي، وأتمنى أن مشكلة الصوت انتهت معك، وأسألك عن تقييمك لهذا القانون الصادر اليوم من قبل مجلس النواب، قانون لطالما طلبتم به.
اليوم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كان الصوت واضح. اليوم حقيقة يوم تاريخي في حياة المعلم العملية والمعنوية والاجتماعية. اليوم إقرار مجلس النواب لقانون حقوق المعلمين، كان ذلك طبعا في هذا اليوم المبارك يعني شيء ملأ السعادة لجميع المعلمين. هذا اليوم يوم تاريخي في حياتنا، لا سنذكره دائما. اطلع اليوم مجلس النواب برئاسته الفاضلة وأعضائه الشرفاء في إقرار هذا القانون، يعني ليس عمدا أو غصبا وإنما لقناعة. رأينا اليوم حديث مجلس النواب داخل القاعة أو قاعة البرلمان، كان حديث كله يرفع من المعنويات، حديث كله في حق المعلم، حديث يعني بديع في دور المعلم وأنه يستحق هذا الإقرار. يعني أثر صدورنا اعتماد القانون اليوم، السعادة تملأ قلوبنا. هذا اليوم سيعتبر يوم تاريخي بإذن الله في حياة المعلم في بمطالبته المشروعة لحقوقه. نثمن كثيرا دور السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ونثمن أيضا دور الأعضاء المتواجدين اليوم والذين ازدادت بهم قاعة البرلمان، وازدان بهم أيضا المعلمون. وجدنا احترام، وجدنا تقدير. الآن يعني أيقنا أن هناك دولة، أن هناك حياة مدنية يسودها العدل، يسودها التقدير والاحترام لمؤسسات الدولة، للكادحين والعاملين لهذه القدسية حقيقة. أنا تثمنون ما قام به مجلس النواب اليوم. نعم أستاذ عبد النبي، لكن هل أنتم راضون تمام الرضا على هذا القانون الذي صدر اليوم؟ نحن راضون تمام الرضا. هذا القانون طبعا أعد بمعية اللجنة التشريعية الدستورية بمجلس النواب، وكذلك بمعية أعضاء النقابة العامة المتواجدين الآن أمامك، مع أعضاء النقابة العامة المنطقة الغربية والجنوبية كانوا متواجدين معنا. هذا القانون استغرق وقت طويل لإنجازه وتبييضه، من ثم طبعا رفع إلى 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 لجنة تشريعية إلى مقرر مجلس النواب في عام 2017 في شهر 10/30/10، ولكن طبعا هناك حدثت ملابسات، أن القانون لم يعرض وعرضت ورقة أخرى. هذا طبعا راجع إلى ملابسات أخرى لا نعلمها، ولكن ما حدث اليوم هو الذي طبعا أثلى صدورنا، أيقنا أن الحقيقة واقعة وأن هذا القانون هو القانون الذي عديناه وهو الذي رصدناه والذي يلبي حقوقنا وأمالنا. إذن هذا القانون يلبي كافة مطالبكم. نعم، هذا القانون يلبي كافة مطالبنا سواء المعنوية أو أيضا المادية. يعني هذا القانون تناول رفع مرتبات المعلمين، أو المسودة موجودة أمامي، تناول أيضا أشار في مادة من مواده للتأمين الصحي، وأنه يخصص ميزانية للتأمين الصحي لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم. أستاذ دكتور أحمد، يعني الشيء البديع في هذا القانون أنه شمل حتى العاملين بقطاع التربية والتعليم، لم يستثني أحد، يعني ليس فقط المعلمين وإنما العاملين بقطاع التربية والتعليم، وهم طبعا أناس من الشعب الليبي، أفراد من الشعب الليبي، واستحقون أيضا التقدير والاحترام. أيضا شمل هذا القانون لائحة يعني تعنى بحماية المعلم، هذه اللائحة طبعا يعني تتناول حماية المعلم من الناحية المعنوية، أي هناك لوائح، سيكون هناك لوائح ومواد تجرم من مساس المعلم في طبعا عندما يكون تقع عليه مخالفة. كذلك الشيء الأهم هو طبعا المرتبات، زيادة المرتبات بصيغة قانونية صحيحة، وأيضا بكيفية معيشية صحيحة. أعود إليك أستاذ محمد، لمن لم يتصل له الاطلاع على القانون الصادر اليوم من قبل مجلس النواب، هل لك أن تضيء لنا على أبرز النقاط التي احتواها القانون؟ هو القانون شمل ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول أو المسار الأول هو رفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم، لن يستثني أحد من الجميع العاملين
في منظومة التعليم، ونحن نعرف جيدا أن منظومة التعليم هي عبارة عن سلسلة مترابطة مع بعض، إذا فقدت إحداها فقد الاتصال بين محاور هذه السلسلة. ويرقى بهذا المستوى المادي نوعا ما للمعلم. المسار الثاني وهو توفير التأمين الصحي للمعلمين وأفراد أسرهم دون استثناء ودون انقاص. يعني هناك من يتحدث عن تأمين صحي داخلي، وهناك من يتحدث عن تأمين صحي شامل، هناك من يتحدث عن تأمين صحي للمعلم، وهناك من يتحدث عن تأمين صحي لكل الأسرة. نحن ما هدفنا إليه تأمين شامل ولكل أفراد أسرة المعلم. المسار الثالث وهو المؤهلات والواجب تواجدها كمعلمين. يعني لا نرفض كل المؤهلات، ولكن من يحق له التدريس والذي لا يحق له التدريس يتواجد في المهن المساعدة في داخل المؤسسات التعليمية، في داخل المكاتب، داخل ديوان التعليم في البلديات، في داخل داخل الوزارة. هناك وظائف إدارية قد نحتاج فيها إلى مثل هذه المؤهلات. الدرجة الأولى على سبيل المثال، ليس الحصر، الدرجة الأولى حيكون مرتبة 750 دينار على 10 سنوات، يصل في نهاية آخر سنة إلى 850 دينار. الدرجة 16 2402، يصل بعد 10 سنوات إلى 2702، يعني مرتب مقارنة بمرتبات أخرى لا يذكر، ولكن على الأقل يسد الرمق. في عرض اليوم كان فيه هناك موقف رائع جدا جدا، عندما تحدث أحد الزملاء من أعضاء مجلس النواب مشكورين على موقفهم اليوم وانحيازهم للوطن. هو انحيازهم للمعلم يعني انحيازهم للوطن، لأن المعلم هو الذي سيبني الوطن. فهناك سؤال تطرق إليه أحد أعضاء مجلس النواب وقال بالحرف الواحد أن الدرجات من الأولى لعند الرابعة هي درجات عامة ومؤهلات عامة، ليست معلمين. فكان الحقيقة ما يثلج الصدور رد فخامة الرئيس عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، كان رد يوحي بأن هذا الشخص اطلع على القانون حرفيا وتابع واهتم بهذا القانون، وهذا ما ساعد على إصدار هذا القانون. لما ذكر له وقال له أن هذه الدرجات تخص المهن المساعدة للمعلم، بعد ذلك بدأ المعلم. وحتى كان في تعليق رائع جدا لسيادة المستشار عندما قال الدرجة 16 لا يصل إلى 3000 دينار في المعلمين، ولكن في وكيل وزارة يصل إلى 9000 دينار. يعني ما زال رغم هذا ما زال لم نصل إلى المطلوب، ولكن نحن باستمرار نطالب بالاهتمام. الآن بدأ الاهتمام. أعطينا إشارة أو لمحة على المرتبات كما نص عليها القانون وفقا للدرجات. نبدأ بالدرجة الخامسة. يعني الدرجة الأولى 750، الثانية 800، الثالثة 850، الرابعة 910، الخامسة 970، السادسة 1050، السابعة 1130، الثامنة 1220، التاسعة 1310، العاشرة 1430، الحادية عشر 1574، الثانية عشر 1718، الثالثة عشر 1862، الرابعة عشر 2042، الخامسة عشر 2222، السادسة عشر 1402. كل المدة الزمنية لكل درجة 10 سنوات. هناك تفاوت في الزيادات السنوية من 10 دينار إلى 12 دينار إلى 16 إلى 18 إلى 24 إلى 30 دينار حسب الدرجات. أعود إليك مجددا أستاذ عبد النبي، حدثني عن ظروف خروج هذا القانون إلى النور، خاصة أن النقاش حول القانون لم يكن ميسرا حسب المعلومات المتواترة طيلة الأشهر الماضية. نعم، يعني هذا القانون كان هناك سجال طويل وعميق وممل أيضا ومضني لكي وصلنا إلى هذه النتيجة الطيبة، والتي ستكون في ذاكرة الليبيين وخص بالذكر المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم، ليرفع لهم القبعة اليوم لوقوفهم الكبير والمساند للنقابة العامة للمعلمين ولنقابات تم الفرعية. حقيقة هم اللي كانوا ورانا وكانوا يدفعون للأمام رغم كل
العقبات اللي حصلت، ولكن هذا القانون أيضا أخذ الوقت الكثير والعناء أيضا الكبير في لكي يخرج إلى النور. نحن طبعا عدة جولات وصولات في بخصوص اعتماد هذا القانون. عندما أقول نحن أتحدث عن النقابة العامة للمعلمين بمعية الأستاذ محمد وشركانا في سواء في المنطقة الغربية أو الجنوبية، أستاذ علي صالح أبو بكر، أستاذ محمد اللافي، أستاذ عبد الرحمن البزيري، وأيضا الأستاذ فتحي منصور، وأيضا الأستاذ أحمد خزام. هؤلاء أعضاء النقابة العامة للمعلمين هم الذين كانوا معنا متواجدين وكانوا يتابعوننا أيضا لحظة بلحظة. ذهبنا عدة مرات إلى مجلس النواب اللي كان المشجع الأول والرئيسي لنا في الاستمرار. هذه حقيقة دامغة لا يمكن لأحد أن ينكرها، هو السيد الرئيس المستشار عقيلة صالح، كان يدفعنا دائما الأمام حقيقة، كان يجددنا الأمل في نيل حقوقنا. أيضا لا نستثني كثير من أعضاء مجلس النواب الشرفاء، ولابد أن نذكرهم بالاسم: الدكتورة السلطنة، الأستاذ منعم أبو حسن، الأستاذ رابح الفرجاني، يعني وغيرهم كثير، يعني ربما يقدر. لجنة التعليم كلها كانت معكم؟ للأسف ودعني أكون أقول بصراحة أن لجنة التعليم كانت واقفة سد منيع في عدم الحصول على هذا القانون. ذكرت بعض الأسماء، الآن أثنيت على بعض الأسماء هي من ضمن لجنة التعليم بمجلس النواب. لجنة التعليم فقط اللي كانت معنا في الصورة هي الدكتورة السلطنة بأمانة. أما باقي الأعضاء على رأسهم رئيس والآن نائب اللي هو دكتور المريمي، سعاد المريمي، دكتور خليفة الدغاري. هؤلاء حقيقة كان لهم دور سلبي تجاه المعلمين وإلى اليوم، لكن بفضل الشرفاء الموجودين. هي طبعا لجنة دكتور أحمد هي لجنة فنية لا تختص، باش نكونوا عادلين، لجنة فنية لا تختص بالقوانين، اللجنة المختصة هي اللجنة الدستورية التشريعية، وعلى رأسها السيد الفاضل رمضان شنبش اللي اليوم أدلى بدلوه، وحقيقة كان في المستوى، كان مع المعلم، وأيضا الأستاذ محمد أمدور كويدير. يعني هؤلاء كانوا هم المختصين في حقيقة بهذا القانون. طيب. وكانوا لنا سند وعون. أعود إليك مجددا أستاذ محمد الفلاح، هل من الطبيعي أن تكون أو جل أعضاء لجنة التعليم ومن ضمنهم رئيس لجنة التعليم يقفون ضد هذه المطالب، مطالب المعلم؟ هو الحوار أصبح بينه وبين زميلي الأستاذ عبد النبي، ولكن هناك حقائق، يعني حتى نثبت للناس بأن نحن كل واحد عنده رأي شخصي، ولكن في النهاية نتفق على مصلحة المعلم، مصلحة المعلم نتفق عليها، وكلنا يرى مصلحة المعلم من زاوية. يعني اختلافنا مع الإخوة في لجنة ملف التعليم ليس اختلاف أشخاص لأشخاص، ولكن في رؤيتنا لمصلحة المعلم كيف تتحقق. الحقيقة فيه بعض الأفاضل في مجلس النواب كان لهم موقف من خلال اتصالات معنا نحن شخصيا، قد ما يكونش في اتصال مع الأستاذ عبد النبي، ولكن في اتصال معي أنا، فنذكر الحاج أحمد شهوب الحقيقة كان له موقف، الدكتور إسماعيل الشريف من ودان أيضا كان له موقف، الأستاذ الدكتور نصر الدين مهنا حقيقة في الحلقة ما قبل الماضية كان موقفه ممتاز ورائع جدا، الأستاذ الحاج بدر النحيب والأستاذ عيسى العربي، كان كلهم اللي هم الحقيقة مواقف يشهد لها ودعموا مطالب المعلمين، مطالب المعلمين، وخاصة في جلسة السابقة وجلسة اليوم. الخلاف ما بين الأشخاص هو خلاف في الفكرة، الهدف الكل يهدف إلى رفع مستوى الأداء ورفع مستوى التعليم، والأساس هو فيه المعلم، وبالتالي الاهتمام ينعكس كل الحوار هذا على الاهتمام بالمعلم والنتائج توصل. يعني حتى لو كان رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب غير متوافق مع المطالب التي ترفعونها، لا يمكن أن نقول أنه ضد مطالب المعلم. لا، هو مش عنده طريقة مطالب، هو عنده رؤية، هو عنده رؤية، عنده رؤية يرى أن الزيادة مقننة بشكل معين وكذا. نحن رؤيتنا الوفاء، ما نجيش الواحد 10-15 سنة يعمل في مجال التعليم ويقول له ما يستحقش زيادة، ما نحن خلاص نحن من نعلم الوفاء، فكيف لا نكون أوفياء؟ فهذه حقيقة، يعني هذا جانب. الجانب الآخر
أنا كمعلم تعودت على الطباشير وموجود في المدرسة، معايا الحارس الأمني هو اللي أمن لي المدرسة باش أنا دخلت فيها، فكيف ننكر جهوده؟ معايا الاخصائي الاجتماعي اللي الان اعطينا 100 كل 100 طالب ولا 150 طالب اللي هم اختصاص اجتماعي واختصاص نفسي. الناس طالعه من مرحله حرب، يحتاجوا لكل 25 يحتاج اهتمام، يحتاجوا لقوه، يحتاجوا لعدد كبير. الطفل اللي يطلع من امه في اولى ابتدائي محتاج الى الحنان. طيب لكن الاستاذ 30 طالب في فصل. الاستاذ عبد النبي العرفي سماها صراحة بالدور السلبي الذي لعبه بعض أعضاء لجنة التعليم ومن ضمنهم رئيس اللجنة، هل تتفق معه؟ هو دورهم كان سلبي نتيجة اختلافنا في الرؤية نتيجة اختلافنا في الرؤية مع فدورهم كان بالتأكيد كان سلبي، لم يقف إلى جانب مطالب المعلمين اللي طلبوها، لأن المعلمين طلبوا عدم الاستثناء، طلبوا التأمين الصحي. لما جيت تحدث الدكتور اللي في لجنة الملف التعليم الدكتور سعد ويقول والله عددكم كبير، عددنا كبير، العملية التعليمية تحتاج إلى اهتمام، العملية التعليمية تحتاج إلى دعم كبير، لكن لا تحتاج أيضا لمئات الآلاف من العاملين في القطاع كما هو العدد نص، هو العدد لا يرقى إلى نصف مليون، جميع العاملين في قطاع التعليم بما في ذلك المدربين والمفتشين والحرس والإداري والموظف والمدير وديوان الوزارة وديوان التعليم في البلديات لا يرقى إلى نصف مليون، أمام 2 مليون طالب. القاعدة الأساسية في أي تنظيم هو الفصل، الفصل يجب أن لا يتعدى 20 طالب. لما نقسم ليبيا إلى كل فصل إلى 20 طالب سنجد أرواحنا مضطرين إلى تعيينات جديدة، لكن لما نضعها كل 60 طالب في الفصل بالتأكيد حيطلع 3 أرباعهم زيدي. طيب ورحب الآن بالأستاذ علي مصباح أبو بكر عضو نقابة العملية المعلمين من مدينة سرهونة ينضم إلي عبر الهاتف. أستاذ علي أهلا بعد. نعم أستاذ علي بعد أن أرحب بك أسألك على تعليقك على القانون الصادر من قبل مجلس النواب اليوم القاضي برفع مرتبات العاملين في قطاع التعليم، كيف رأيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد أشكر قناة الحدث على مواكبة أحداث المعلم. حقيقة تصحيح الاسم علي صالح أبو بكر الترهوني من مدينة ترهونة عضو النقابة العامة. اليوم حقيقة أسعد صدورنا اجتماع مجلس النواب والرجال الأوفياء بقيادة المستشار عقيل الصالح، وكذلك أتلج صدورنا الكلام الذي قيل في هذه الجلسة وإعطاء حق المعلم الذي نظلنا عليه سنتين أو أكثر من سنتين، وكان بداية الغيث قطرة، فنعم اليوم وصلنا إلى نتائج باهرة تخص المعلم، ونحن على الطريق. ليس الوضع وضع مادي بما هو وضع تصحيح الواقع التعليمي، فنحن بدينا اليوم في تصحيح الوضع التعليمي اللي هي نبدو فيها من المعلم. إذن احنا بدينا من المعلم، فكان قانون زيادة المرتبات خطوة جريئة من دولة سيادية تشريعية على طريقها الصحيح، وحقيقة أشكر سيادة المستشار عقيل صالح والإخوة السادة أعضاء مجلس النواب على هذه اللفتة الكريمة وهذه الوقفة الجادة. نعم طيب الكثير يسأل عن النطاق الجغرافي الذي سيطبق في هذا القانون، خاصة مع وجود هذا الانقسام السياسي الانقسام الحكومي، هناك حكومتين واحدة برئاسة السيد عبد الله الثني، هناك من يقول أنها بطبيعة الحال هي الحكومة المعترف بها من البرلمان إذا سوف تطبق هذا القانون، لكن هناك حكومة أخرى يرأسها السراج، ما مدى التزام هذه الحكومة بهذا القانون برأيك؟ عموما نحن كمعلمين لا نعترف حتى بوجود حكومتين، بدليل أننا نقابتنا المؤقرة بناء على مستوى ليبيا باعتبار ليبيا دولة واحدة، وإن شاء القدر أن تنقسم إلى حكومتين فهذا
بعون الله لا يضرونا. حكومتنا اللي في الشرق هي حكومتنا اللي في الغرب. فايز السراج هو اب واخ وحميم لنا والثاني كذلك. فالمطالب ومهما تاخرت فسوف نجد قلوب واعيه من المنطقه الغربيه ومن سياده فايز السراج ووزير كيف التعليم الدكتور استاذ علي لو سمحت لي خلينا عمليين، يعني كيف تعترفوا برئيسين لحكومتين؟ يعني معترفين بسيد عبد الله الثني وصديقكم اخوكم، وسيد فايز السراج حتى هو معترفين به وصديقكم اخوكم. نعم لا لا هي نؤمن بحكومتين، هم اخوتنا ونحن كمعلمين نتعامل مع حكومه اللي في الشرق ونتعامل يعني مع حكومه. انتم كنقابه عامه للمعلمين في ترهونه عندكم وزيرين للتعليم معترفين بالوزيرين وتطبقوا في قرارات وزيرين مختلفين، وزير السراج ووزير الثني. وعندنا احنا حتى الثني حتى رئاسه الثني عندنا مدرسه في ترهونه تابعه على طول الى وزير التعليم في الشرق وهي مدرسه المتميزين، وهذا خير دليل بان نحن لا نفرق بين الحكومات. يعني عندكم مدارس في ترهونه تابعه لوزاره التعليم الحكومه المؤقته وعندكم مدارس اخرى تابعه لوزاره التعليم بحكومه السراج. بكل مصداقيه فترهونه لها كيانها الخاص، لا تعارض احد، لا تكره احد، تقف موقف مصالحها ومصالح ابنائها. تمام نبي نفهم معك فقط تبحثون عن مصالح ابناء المدينه، هل ستطبقون في مدينتكم او سيطبق عليكم قرار وزير التعليم بحكومه السراج السيد عثمان عبد الجليل، ام سيطبق عليكم هذه المره قرار مجلس النواب؟ عموما هذا سؤال سابق لوقته الحقيقه، لان نحن في بدايه الطريق اليوم، وله وللوزراء وللاخوه في الغرب وجهات نظر، ولكن انا متاكد بعون الله ان القلوب سترطاب للمعلم، وان اخوتنا السراج سيطبق اذا طبق أخينا السني، إذا طبق هذا القانون فأخينا السراج حيطبق نفس القانون، وإخوتنا في التعليم برئاسة الدكتور عثمان عبد الجليل سيطبق أيضا، ليس لنا خلافات بعون الله. كلهم زي ما تذكروا إخواني ليس لهم عداوات خاصة مع المعلم، لكن هي وجهات هناك نظر. قرارات متعارضة الآن أستاذ علي، يعني قرار زيادة من قبل وزير التعليم بحكومة السراج السيد عثمان عبد الجليل زيادة على أساس الحصص، والآن هناك زيادة شاملة لكل العاملين في قطاع التعليم من قبل الحكومة أو من قبل مجلس النواب. نعم. كيف سيتم تطبيق هذا الأمر الذي يبدو متناقضا على المناطق في المنطقة الغربية وتحديدا منطقة ترهونة على منك طالما أنك تحدثني من هناك؟ خلينا أصلح لك الوضع شوي. نعم. ما أقره حكومة السراج أو الحكومة أو الدكتور عثمان عبد الجليل هذه علاوة التدريس، علاوة التدريس وليس زيادة الرواتب، فهنا في الفرق، في فرق واضح بين علاوة التدريس لكل معلم يدرس في المادة والمعلمين والعاملين الآخرين لا يدرسون، فهذا قانون عام لكل الفئات، وتلك التي أصدر هنا في منطقتنا الغرب يخص الجداول فهي علاوة التدريس. يعني الآن أمام زيادتين سوف يتم تطبيقها في منطقة ترهونة، زيادة على أساس الحصص علاوة للحصص أو للمعلمين الذين يدرسون أو لديهم جداول، وأيضا زيادة شاملة من قبل القانون الصادر من البرلمان. هذا ليس في ترهونة، هذا في المنطقة الغربية كلها. زيادة
علاوة الحصص في المنطقة الغربية وبعون الله ستنتشر إلى المنطقة الشرقية. وأما زيادة الرواتب فموضوع عام يخص ليبيا كلها. صحيح الموضوع يخص ليبيا كلها، لكن ماذا لو رفضت وزارة التعليم بحكومة السراج تنفيذ قانون صادر من البرلمان الغير معترف بها أو الذي لم يصادق عليها؟ أولا سنلجأ بالطرق السلمية إلى تطبيق هذا القانون في المنطقة الغربية، ثم نلجأ ثانيا إلى القضاء. إذا هم رفضوا تطبيقه يفصل بيننا القضاء. القضاء كلمة الحق، وهذا قانون لا يلغيه إلا القانون، وهذه سلطة تشريعية، أعلى سلطة في الدولة مجلس النواب. فلا أظن إخواني في المنطقة الغربية برئاسة السراج ووزير التعليم بظنهم أنهم يكونوا يرفضون مثل هذا القانون ويقفون عائقا أمام المعلم. لا نأمل منهم بكل رحابة صدر أنهم سيستجيبون لهذا القانون الذي يصدر في مجلس النواب باعتبارها سلطة تشريعية، وهم تنفيذيون سينفذون بعون الله. نعمل ذلك احنا. نعمل طيب ذلك. دعني انتقل بذات السؤال الى الاستاذ محمد اللافي عضو النقابه العامه من مدينه العجلات. استاذ محمد اهلا بك. استاذ محمد اللافي هل انت معي؟ عضو النقابه العامه للمعلمين ضيفي عبر الهاتف من العجلات الأستاذ محمد اللافي، يبدو أن الاتصال غير جاهز معه. أيوه نعم تسمع فيه أستاذ محمد. مرحبتين نارك طيب أستاذ. أرحب بك وأسألك بداية على هذا القانون الصادر من قبل مجلس النواب اليوم القاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم، هل سيرى هذا القانون النور في المنطقة الغربية؟ والله أكيد إن شاء الله يرى النور في المنطقة الغربية. وفي البداية طبعا أود أن أسجل شكري لأعضاء مجلس النواب على هذا القانون، وأود أن أحيي الأستاذ محمد الفلاح والأستاذ عبد النبي النم على حضورهم وتواجدهم الآن معك، وعليك أستاذ على جهودك المبذولة. نعم إذا أنت تتمنى أن يتم تطبيق هذا القانون في المنطقة الغربية، لكن هل تساوركم شكوك بشأن عملية تنفيذه، خاصة أن حكومة السراج وزير التعليم هناك السيد عثمان عبد الجليل هو المتحكم في التعليم في المنطقة؟ والله أكيد القانون حيرى النور بإذن الله وحيتم تنفيذه بكل ربع دولة ليبيا، وهذه مصالح المعلمين وهذه حقوق المعلمين، وما اعتقدش فيه واحد من جهات في الدولة الليبية يقصد قرارات المعلمين. ايضا نتمنى حتى نعرف وجهة نظر السيد عثمان عبد الجليل وزير التعليم بحكومة السراج على هذا القانون، ونتمنى استضافته في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة، ندعوه ل الدخول معنا والمشاركة في هذا البرنامج. أعود إليك ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد النبي العرفي الناشط التربوي، أسألك على مصير هذا القانون، كيفية تطبيقه، وهل سيتم تطبيقه في كل مناطق البلاد؟ دكتور أحمد يعني هذا سؤال وجيه، وبالطبع يعني بالتأكيد أن نأكدوا أن هذا القانون سيتم تطبيقه في جميع ربوع ليبيا في مناطق ليبيا، باعتبار أن هذا القانون صدر من الجهة التشريعية المعترف بها من جميع الليبيين. هذه طبعا جهة لأصدرت القانون، ليست جهة تنفيذية مختصة في منطقة معينة ولا في إقليم معين، وإنما هي الجهة المعترف بها سواء داخليا أو دوليا أو خارجيا. هذه هي الجهة المتمثلة في مجلس النواب الموقر، هو الذي أصدر هذا القانون، وهو الذي سيحيل هذا القانون للجهات التنفيذية سواء في حكومة الحكومة المؤقتة المعترف بها أو حكومة الوفاق الوطني، وهي أيضا ناتجة نتاج عن اتفاق سياسي. هذه الحكومات هي التي ستنفذ هذا القانون الصادر عن المشرع
وأنا عندما نقول مشرع هو الذي سن هذا القانون، وعلى الجهات التنفيذية تطبيقه، وإذا طبعا لم يتم تطبيقه ستتدخل أيضا السلطات الدولية في هذا الموضوع. يعني في هناك قانون قوانين وأعراف دولية تقاضى بها جميع البلدان، لكن أنا أؤكد وأجزم أن هذا القانون عندما سيحال من مجلس النواب الموقر إلى الجهات التنفيذية سيتم تنفيذه بإذن الله تعالى، وحسب من حسب المدة التي طبعا سيأخذ عليها الصبغة التنفيذية أو التشريعية. هذا لا خلاف فيه، يعني لا يمكن جزم بأنه سيطبق في مكان أو يحفظ في مكان، لأن هذا نابع من الجهة التشريعية الموجودة في الدولة. أعود إليك مجددا أستاذ محمد، بعد صدور القانون اليوم هناك من يتحدث عن سلسلة من العقبات تقف في طريق تطبيقه، هل تتفق مع هذا الطرح وما هي هذه العقبات إن وجدت؟ أولا اسمح لي لملاحظة ملاحظتين مهمة جدا كانت يجب أن تكون في بداية الحلقة، لأن من ساعد على هذا الحراك العظيم ووصوله إلى كل بيت وكل عضو في مجلس النواب وكل الأجسام والمؤسسات مؤسسات الدولة الليبية، كان هذا جهد من ورائه ناس خيرين حبان الله باحتضانهم لحراك المعلمين. فتحية شكر وتقدير وعظيم الامتنان للأستاذ المبدع أحمد سالم معد هذا البرنامج، والأستاذ المتعلق أحمد القماطي مذيع ومقدم برنامج الحدث، وقناة من خلالكم قناة الحدث، والعاملين من خلف الأجهزة ونقل الصوت وكافة الأمور الفنية في هذه القناة. شكرا. الشكر لله. فيه نقطة مهمة جدا وهي لابد الواحد أن يعرج عليها. كان في لقائنا في أول لقاء مع سيادة المستشار عقيلة صالح، وكنا مش عارف يذكر أخوي عبدني بولا، كنا بنسلم عليه وقبل ما نوصل له ما هو مطلوب منه هو بادر وسأل وقال أنا عارف ظروفكم المادية صعبة. الحقيقة كانت لفتة كريمة. النقطة الأخرى التي لم يعلن عليها إلا هذه اللحظة والآن نعلن عليها بعد الإذن، أن سيادة المشير خليفة حفتر في لقائه بأعيان ليبيا في عيد الفطر قبل الماضي تحدث في لقاء مع أعيان ليبيا، وخلال حديثه ركز على المعلم وأهمية الاهتمام بالمعلم وعلى أن يعطى المعلم أكبر مرتب وعليه أن يتحمل مسؤولية بناء الدولة. فكانت لفتة عظيمة، وأيضا أكد هذا اللقاء من مدة شهر بلقائي مع أعضاء هيئة التدريس وقال لهم بالحرف الواحد أنني أؤيد المعلمين في حراكهم والمطالبة بحقوقهم. ها هنا نحن تحصلنا كمعلمين على حقوقنا أو جزء منها، إذن علينا أن ندافع عن كيف نعطي عن الأمانة اللي نحملها. نحن الآن مطلوب منا جهد، مطلوب منا عمل، يجب أن نكون عند حسن الظن، يجب أن لا نخيب أمل المرجو فينا. فيما يخص التنفيذ والحكومة، الحقيقة وقف أبطال طبرق المجاهدة وقفة عظيمة جدا يوجه لهم الشكر في هذا المساء أمام مجلس النواب، وتحملوا وبعض البلديات المجاورة لهم تحملوا عناء السفر واجتمعوا أمام مجلس النواب حتى انتزعوا هذا القرار. هنا نوجه الدعوة لمعلمين البيضة ولمعلمين طرابلس ولمعلمي قرنادة بالتواجد الدائم أمام المؤسسات المعنية حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية وتنفيذ القانون وإخراجه إلى حيز الوجود. معلمين طرابلس أمامهم حكومة طرابلس أو حكومة الوفاق عثمان دكتور عثمان، نحن متأكدون أن الدكتور عثمان يعمل لصالح تطوير هذا القطاع، تطوير هذا القطاع يبدأ من المعلم. الآن المشروع تم إعداده وتم إصداره من الجسم التشريعي على جميع الموظفين في الوزارات أو الوزراء في طرابلس ولا في البيضة، الامتثال لقرارات الجسم التشريعي في ليبيا. وهذا يتطلب جهد كبير وعمل مضني وضغط
لا حد له من معلمين طرابلس ومعلمي البيضة ومعلمي قرندة والبلديات المجاورة. فنحن الآن أمام حراك فعلي، قد حبان الله بإصدار هذا القانون، إذا علينا أن نحافظ على الاستمرار في هذا الحراك إلى أن تصدر اللوائح التنفيذية ويتم تنفيذ هذا القانون. طيب. بدون ذلك سوف لن يرى هذا القانون النور. أعود إليك مجددا أستاذ عبد النبي، ما هي العقبات أو العوائق التي تقف في طريق تنفيذ هذا القانون الصادر من البرلمان اليوم؟ يعني أنا في نظري أو في رأيي الشخصي أنه لا توجد عقبات حقيقة، يعني بمجرد من أصدر القانون اليوم و يعني سيتم طبعا إحالة مجلس النواب وتضمينه في الجريدة الرسمية والإعلان الرسمي، سيحال إذا وزارة التعليم، ولابد لي أن أقف عند وزارة التعليم الحكومة المؤقتة، لابد أن أكون منصفا للسيد الوزير الدكتور فوزي بومريز. هذا الرجل حقيقة رجل فاضل، رجل كان في المستوى، رجل يعني لم يرضى الإهانة للمعلمين، وقف موقف عادل من قضية المعلمين، وقف بجانبهم، لم يتخذ أي إجراء، وهو لو كان طبعا إجراء غير قانوني، ولكن لم حتى الذي اتخذ إجراء قانوني من الوزارة بدون علمه كان له موقف ضد هذا اللي هو وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة. هذا الرجل يستحق منا الثناء والتقدير والاحترام، نحن لا نثني إلا على من يستحق الثناء، فله منا التقدير والاحترام. أنا أؤكد أن الدكتور فوزي وأن السيد الفاضل الحاج عبد الله الثني سيكونون في الموعد، سيلتزمون بهذا التشريع الصادر عن مجلس النواب، كما أؤكد أيضا أن السيد فايز السراج ومن كان في حكومة الوفاق الوطني أيضا سيتجهون نحو هذا الهدف، هو تحقيق العدالة الاجتماعية لهؤلاء المعلمين الكادحين والعاملين بقطاع التربية والتعليم. كل ستتضح الأمور جليا في من سيعرقل مسيرة تنفيذ هذا القانون، ولكن أضم صوتي إلى صوت أخي أستاذ محمد أن هذا الموضوع يعني سيكون بإذن الله يعني يسير في مسار صحيح، ولابد أيضا من الضغط من السادة المعلمين في المناطق القريبة من أيضا من الوزارات المعنية. ورغم أني إن شاء الله يعني أؤكد وأنا على يقين من ذلك أن مشروع القانون سينفذ، لأن هذا القانون يهم شريحة فاضلة في المجتمع تكاد تكون ثلثي المجتمع الليبي من ضمن هذه الشريحة، ولا أحد يعني عاقل أعتقد أنه سيقف في طريق هذا التنفيذ. أرحب الآن بالأستاذ عبد الرحمن الكزيري عضو النقابة العامة للمعلمين، ينضم إلي عبر الهاتف من مدينة مصراتة. أستاذ عبد الرحمن أهلا بك. أستاذ عبد الرحمن الكزيري هل أنت في الاستماع؟ عضو النقابة العامة للمعلمين بمدينة مصراتة الأستاذ عبد الرحمن الكزيري انقطع الاتصال معه، سوف نحاول الاتصال بك مجددا. أعود الآن للأستاذ، لا أعرف ما كان ضيوفي عبر الهاتف لا زالوا موجودين أم لا؟ غير موجودين. طيب أعود إلى ضيفي الأستاذ محمد عيسى الفلاح الناشط التربوي. عندما تتحدث عن ضغوط يجب أن تمارس من قبل المعلمين لتنفيذ هذا القانون الصادر اليوم، إذن يمكن أن نقول أنه في مخاوف لازالت تساوركم، هواجس لازالت تنتابكم بشأن إمكانية عرقلة تنفيذ هذا القانون؟ أولا إن وجدت عقبات فستكون عدم الولاء لليبيا. من يقف ضد تنفيذ هذا القانون هو يقف ضد مصلحة ليبيا وضد بناء الوطن وضد الاهتمام بقطاع التعليم. وبداية البناء وبداية الاهتمام بالوطن تبدأ من التعليم، وبداية الاهتمام وبناء التعليم تبدأ من المعلم. وها هو مجلس النواب يقر قانون المعلم الذي ينصف له جزء من حقوق المعلم. من يقف ضد ذلك فلا يهمه الوطن، هذه هي العقبة الوحيدة التي ستكون. وهنا قد يكون هناك تحسس من بناء
من تطوير التعليم يكون بعض الأجسام تتحسس من بروز جهد المعلم. المعلم يحارب الفساد، المعلم يحارب التقزيم والتقسيم، المعلم يعمل على بناء الوطن، يعمل على حراسة الوطن من الأفكار الهدامة. إن وجد أي مخالفات لذلك فستكون عقبة. هنا على المعلم أن يثبت وجوده. طيب، داخل أعود مجددا للأستاذ عبد الرحمن الجزيري عضو النقابة العامة للمعلمين بمدينة مصرات. أستاذ عبد الرحمن، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عبد الرحمن، بداية أسألك على تعليقك على هذا القانون الصادر اليوم من قبل مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحييكم وأحيي من خلال شاشتكم جميع العاملين بقطاع التعليم، وأتمنى أن يحدو هذا القانون حدو القوانين الأخرى التي زيدت فيها مرتبات العاملين في داخل البلاد، وزيدت هذه المرتبات، وألا يكون هذه الزيادة حبها أوراق وتعترضها كثير من العراقيل كما سحبت المطالبات السابقة. والزيادة المعلمين هذه شيء يهم جميع الليبيين، لأنه سيحسن من أداء المعلم ويحسن من أداء التعليم داخل البلاد، ويكون التعليم قيمته، المعلم قيمته، ويكون له راحة نفسية في أداء واجبة. وهذا طبعا من حق المعلم، هذه حقوق، واستطاعت النقابة والمعلمين بعد طول صبر وانتظار أن يتحصل على هذا القانون الذي نحيي من جميع من صوت لصالح المعلم في هذا اليوم. أستاذ عبد الرحمن، برأيك هل سيلتزم مسؤولو التعليم بمدينة مصراتة بهذا القانون الصادر اليوم من مجلس النواب؟ هذا قانون ما يهمش المسؤولين داخل مصراتة، يهم المسؤولين في الحكومات، سواء الحكومة المؤقتة أو سواء حكومة الوفاق. هم اللي لديهم الوزراء وهذه الوزارات ووزارة التنمية اللي في يدها أن تفعل هذا القانون، لكن داخل مصراتة وغيرها من المدن هذه جهات تنفيذية أمام تحت سلطات أخرى أكبر منها، ولما يجن الحوافظ ويجن المنزلات المنزلية ستصرفها بدون شك يعني، ولا يهمهم ولا مصالحهم أيضا سواء داخل مصراتة أو داخل أي مدينة داخل ليبيا، لكن التنفيذ هذا يرتبط بقوة البرلمان، هل هو عنده قوة أن ينفذ القوانين التي يصدرها أو لا. أيضا يظهر مدى اهتمام، مدى التزام الحكومات سواء مؤقتة ولا غير مؤقتة ولا وفاق بالتزامها بشرعية داخل البلاد، لأن البرلمان جسم شرعي يعرف الليبيين كلهم، ما فيش عليه خلاف من الليبيين أنه جسم شرعي، وأصدر الكثير من القرارات ونفذ الإيقافات والزيادات. ف يعني نتمنى ونأمل من جميع الإخوة المسيرين لهذه البلاد أن يلتزموا بقرارات البرلمان اللي هي التزام بشرية. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عبد الرحمن الجزيري عضو النقابة العامة للمعلمين بمدينة مصراتة. أنتقل إلى الأستاذ عمر العبار نقيب المعلمين بنغازي. أستاذ عمر، أهلا بك. أهلا بك. تعليقك أستاذ عمر على هذا القانون الصادر اليوم من مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم. أهلا بكم ومرحبا بكم إن شاء الله. سمعت إلى سؤالي أستاذ عمر أم لا؟ أسمعني عبر الهاتف أستاذ عمر لو سمحت لي، حتى نتمكن من التواصل بصورة أوضح، وابتعد عن التلفزيون لأنه تستمع في صدى الصوت وصوتي يصلك متأخرا. أسألك عن تعليقك على القانون الصادر من مجلس النواب اليوم بشأن زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم، كيف تعلق عليها؟ في البداية باسمي وباسم نقابة المعلمين بنغازي أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى مجلس النواب وعلى رأسهم المستشار عقيلة صالح قويدر الذي انحاز كليا إلى جانب المعلم إيمانا منا بقضية المعلم وحقوقه في زيادة المرتبات والتأمين الصحي وقانون حماية المعلم. فلقد تم بذل كل الجهد والوقت من نقابات المعلمين في كل ربوع ليبيا الحبيبة، الأمر الذي استجاب له مجلس النواب،
وأني في هذا اليوم نبارك ونزف أجمل باقات الورود للمعلمين جميعا لحصولهم على هذا الاستحقاق، كما أطلب منهم بذل مزيد من الجهد والعمل للرقي بهذا الوطن من أجل مستقبل مشرق وغدا أعز وأكرم. وختاما أتقدم بالشكر لقناة الحدث، فهي قناة الوطن، وأخص بالذكر الدكتور أحمد القماطي والمخرج أحمد سالم والضيوف الكرام الأستاذ عبد النبي النف والأستاذ محمد عيسى الفلاح على المجهودات المبذولة في هذه القضية. وفي النهاية ومن باب الوفاء لا يفوتني إلا أن أشكر مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الدكتور صالح المنفي والوزير السابق لوزارة التعليم الدكتور عقوب عبد الله عقوب على مواذرتهم لنا في حقوق المعلمين. كما نشكر الدكتور فوزي بومريز وزير التعليم الحالي على الوقوف مع المعلم. ونشكر أيضا أعضاء نقابة المعلمين بنغازي ومدراء المدارس والمعلمين، ونعتبر هذا اليوم يوم عيد لكل المعلمين بربوع ليبيا الحبيبة. والشكر موصول لجميع من وقف مع المعلمين في هذا الحراك. والسلام عليكم. نقيب المعلمين بنغازي الأستاذ عمر العبار، شكرا جزيلا لك. وأنتقل لمدير مدرسة نور المعرفة، مداخلة هاتفية من الأستاذ سامي الدبيش. أستاذ سامي أرحب بك وأفسح لك المجال للتعليق على هذا القانون الصادر من مجلس النواب بشأن زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم. تفضل. فقدنا الاتصال مع الأستاذ سامي الدبيش مدير مدرسة نور المعرفة. في بعض الأسئلة تصلني الآن، وأبدأ معك أستاذ عبد النبي. هناك من يسأل هل ستشمل هذه الزيادة قطاع التعليم الفني والتقني؟ المعاهد التقنية والفنية. هذه المعاهد طبعا احنا إذا كانت متوسطة حسب القانون أستاذ محمد، إذا كانت معاهد متوسطة فهي تشمل يشملها القانون، أما إذا كانت معاهد عليا هذه طبعا تشمل القانون للتعليم العالي وطبعا لا يندرج تحت بند هذا القانون. لديك إضافة أستاذ محمد؟ تم. لا لا، تعليق على هذا الموضوع. القانون صدر يحمل اسم العاملون بقطاع التعليم. من يعمل في المعاهد المتوسطة فهم في تبع قطاع التعليم والتربية، وبالتالي يشملهم هذا القانون. وكذلك الدرجات، الدرجات هنا تجاوب على كل سؤال، كل من يعمل في قطاع التعليم وفق درجته تصرف له. فروق الدرجات واضحة، وفروق المكافآت أو العلاوات التدريس والعلاوات الإدارية الأخرى واضحة في كل في هذا القانون. وبالتالي جميع العاملين، لا يجوز أن يكونوا عندك اثنين في نفس المستوى وفي نفس الوظيفة، واحد ياخذ يشتغل على هذا القانون وواحد ياخذ مرتب على قانون آخر. وبالتالي هذا القانون يجب أن يطبق، يجب أن يطبق على جميع العاملين، وهو يجاز لكل الوظائف. النقاط هذين أستاذ محمد تفضل. النقاط موجودة اللي هن طبعا لهن في أحكام هذا القانون، لمن أولا حملت إجازة التدريس العامة ويكونون مؤهلين تربويا بالتدريس بالشق الأول من التعليم الأساسي، أيضا حاملوا إجازة التدريس الخاصة، أيضا خروجي كليات إعداد المعلمين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا، وأيضا يكونوا مؤهلين تربويا تدريس مرحلة التعليم الثانوي. هؤلاء هم طبعا من نص عليهم القانون، اللي هم طبعا مؤهلين لنيل حقوقهم عبر هذا القانون. طيب دعني أنتقل مجددا إلى الأستاذ سامي الدبيش مدير مدرسة نور المعرفة. أستاذ سامي أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد، وأهلا بقناة الحدث اللي حقيقة أثبت صدورنا بالوقفة الجادة تجاه المعلم. أحيي ضيوفك الكرام الأستاذ محمد الفلاح المناظر، ونحيي أستاذي عبد النبي النف النقيب العام سابقا نقابة معلمي ليبيا. حقيقة دكتور أحمد الشكر والتقدير لك ولقناتك الموقرة. شكرا. وعلى هذه الوقفة الجادة تجاه المعلم، معلم اللي حقيقة يحترق من أجل هذا الوطن، اللي حقيقة أكلت صدورنا هذا القرار الرائع، واللي كان في وقت من خلال قناتكم. نحيي أعضاء مجلس النواب اللي على رأسهم المستشار
أبونا المستشار عقيلة صالح على هذه الوقفة تجاه المعلم. أيضا لا يفوتني أن أشكر نقابة معلمي بنغازي على وقفته بجانب المعلم وحقوق المعلم. حقيقة دكتور أحمد كما لا يغيب عن الجميع بأن المعلم يحترق من أجل هذا الوطن، والمعلم له عشرات السنين صابرا وينتظر هذا القرار اللي حقيقة هالت علي من الرسائل ومن المكالمات من المعلمين لدى مدرسة نور معرفة والمدارس الأخرى بهذا القرار الرائع، القرار اللي أثر شذوذنا. ونحن كمدراء مدارس باسمي وباسم مدراء مدارس مدينة بنغازي ومعلمي مدينة بنغازي بأن نكون في الموعد وأن نكون ذخر لهذا الوطن، ليست بالمادية ولكن بهذه اللفتة الرائعة، بهذه اللفتة اللي حقيقة الدولة نظرت إلينا بنظرة رحيمة وبنظرة رائعة أثلست زورنا فعلا. فحقيقة المعلم الآن فرح ومبسوط بهذا القرار الرائع، بهذا القرار اللي أعطانا كل الدعم وكل المعنويات الرائعة بإعطاء الأكثر والأكثر والأكثر بهذا القرار الرائع. شكرا لك الدكتور أحمد، شكرا للدكتور، وشكرا للأستاذ محمد الفلاح، وشكرا للمستشار عقيلة صالح، وشكرا أيضا لا يفوت أن أشكر المستشار صديقي وعزيزي الدكتور صالح المنفي اللي حقيقة كان له وقفة رائعة في هذا المخاض اللي له سنتين أو سنتين ونصف. حقيقة الكلام يعزز الدكتور أحمد، واللسان يكاد أن لا يتكلم بهذه الفرحة الكبيرة تجاه المعلم. الرسائل هالت علينا والمكالمات فرحة بهذا القرار الرائع. فنتمنى من الدولة ومن وزير التعليم ومن من 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 رئيس الحكومة المؤقتة بتنفيذ هذا القرار الذي فرحنا به بصراحة. شكرا جزيلا لك الأستاذ سامد بيش مدير مدرسة نور المعرفة. سامي الأستاذ سالم المرمي نقيب معلمي طبرق أيضا معي عبر الهاتف. أستاذ سالم، أستاذ سالم هل أنت في السماع؟ أي نعم، نعم أهلا بك أستاذ سالم، تعليقك على القانون الصادر من مجلس النواب اليوم. أولا تحية إلى قناتكم الكريمة قناة الحدث، تحية إلى ضيوفك الكرام السيد عبد النبي النف، أخي عبد النبي النف، والسيد محمد الفلاح، الأخوة أعضاء النقابة العامة من المنطقة الغربية، المتحدثين في سابقا الآن. حقيقة ما تم اليوم من أمام مجلس النواب وبحضور العديد من النواب دون استثناء كان الموقف إيجابي من كل النواب، كانت وقفتهم جادة في هذه الجلسة بعد معاناة طويلة وبعد فترة طويلة من المعاناة. اليوم لاحظت من بعض المتحدثين من يتحدث بتكريم القرار إنما صدر عن مجلس النواب لهذا اليوم ليس قرار وإنما هو قانون. القانون صادر من جهة تشريعية من مجلس النواب، سوف لن أثني عن أحد من النواب أو أحدد أسماء حقيقة، لأن هنالك العديد من النواب حتى الآن من خلال مكالمة بعض الإخوة تنسوهم. يجب أن نكون شاكرين ونحن كمعلمين وما لاحظناه من داخل مدينة طبرق ومن أمام قبة البرلمان وفي عديد من الاجتماعات المتعلقة بالمعلمين، السيد الفاضل النائب حقيقة السيد أبو بكر الخمسي عن منطقة الخمس كان متواجدا في كل اجتماعات المعلمين سواء في بلدية طبرق، سواء في جبل الأخضر، سواء في المرج، حتى في بنغازي كان متابعا وكان حقيقة داعما قويا 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 لمطالب المعلمين. هذه كلمة شكر أقدمها. أيضا هنالك بعض النواب حتى من داخل مدينة طبرق اللي هو السيد الأستاذ الفاضل مفتاح الشعري، الأستاذ صالح حاشم، بعض النواب أيضا حتى ممكن يفوتني ذكر أسمائهم في هذه الآونة. ما حدث اليوم حقيقة حتى السيد سعد المرمي كنا نوجه له اللوم كثيرا وكنا نزيله كثيرا بأسماء المعلمين على مستوى الدولة الليبية، كان موقفه حقيقة غير واضح. اليوم اجتمعنا معه داخل قبة البرلمان وتفهم الأمور وأقسم وأكد أن هذه القوانين اللي عرضت من النقابة العامة
ومن اللجان المختصة والقانون العرض من وزارة التعليم الحكومة المؤقتة لم تصل إليه ولم يقبل عليها، وهو كان مستوعب الأمور بطريقة خافية وتفاهم الأمر. وللعلم ونبلغ جميع المعلمين أنه حتى هو كان اليوم من ضمن المصوتين على قانون حقوق المعلمين. القانون نحن نفتخر به. الآن كما ذكر أخي محمد تبدأ الجهات التنفيذية في تنفيذ هذا القانون احتسامنا، حتى ولو كان تم رفع أو تعليق في هذه الفترة سنكون متواصلين من أجل الاحتسام. سوف نتخلى عن حقوق معلمينا. الآن نتوجه بالنداء إلى معلمين منطقة شبه الجبل الأخضر وبالتحديد مدينة البيضاء بحكم متواجدة بها الحكومة المؤقتة، معلمي بلدية طرابلس بحكم موجودة بها حكومة الوفاق. الضغط وارد ونحن نحتاج إلى تنفيذ هذه الزيادة. والدولة الدولية بالحمد لله اعتبروها دولة قادرة وأمورها كويسة وهنية، وهذا الشيء نحن سوف نستمر. مقالب المعلمين سوف لا نتخلى عنها. تحية إلى ضيوف الكرام، حقيقة لهم دور كبير في نضالهم من أجل هذه القضية، رغم ما واجهناه في نقابات المعلمين من تحديات ومن صراع ومن فتن حدثت داخل القطاعات، حدثت داخل المؤسسات التعليمية، داخل المدارس. ولكن الحمد لله كان المبدأ في مطالب المعلمين ومطالب النقابات كان من أجل حقوق المعلمين ومن أجل وضعهم المعيشي الذي يعانوه الآن في البلاد. فهذه أهم النقاط اللي صدرت اليوم. القانون صدر وصدر بتصويت جماعي أو بالإجماع من داخل قبة البرلمان. قانون خاص بالمعلمين برفع مرتباتهم، وأتمنى أيضا باسم جميع معلمي ليبيا أن يتم تسوية أوضاع جميع العاملين بالدولة بكل القطاعات، حتى وإن كانت خارج قطاع التعليم. فالمعاناة يعانيها كل الشعب الليبي. الوضع اللي يعانوه الليبيين وضع سيء حقيقة، ظروف مادية سيئة، وهي أصعب معضلة كانت أمام مجلس النواب وأمام الدولة هو العدد الهائل من المعلمين، والتحجج بين المعلمين هم أكثر ثقل وعبء على الدولة، أما باقي القطاعات سيكون أقل. ولهذا فنوجه حتى نداءنا لمجلس النواب أن يكمل بهذه المرحلة ويدعم جميع الشرائح، لأن الليبيين من حقهم يتمتعوا بخيراتهم ويتمتعوا بدولتهم، وحتى أن نقف على أقدامنا ونبدأ في بناء الدولة بالصورة الصحيحة. الأستاذ سالم العريبي نقيب، عفوا الأستاذ سالم المريمي نقيب معلمي طبرق، شكرا جزيلا لك. وأنتقل الآن لأرحب بنقيب معلمي طرابلس الأستاذ أبو بكر العباني. أستاذ أبو بكر، أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نعزي أنفسنا وأهلنا في الجفرة لما حدث لهم من مصاب، ونسأل الله له أن يقطع دابر هذه الزمة الباغية. أحييك أخي أحمد وأحيي ضيوفك الكرام، وأحيي وأخص بالذكر الأستاذ عبد الدين النفط، وأحيي فيه نضالي من أجل المعلمين حقوقهم، وكذلك أحيي الأستاذ الفاضل وأب نقباء التعليم وقام من قامات التعليم الأستاذ محمد الفلاح، وأحيي كافة المشاهدين وأخص بالذكر المعلمين بليبيا الحبيبة. أستاذ أبو بكر، برأيك كيف سيتم التعامل مع هذا القانون الصادر من مجلس النواب اليوم في المناطق الواقعة خارج سلطة أو نفوذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب طرابلس على سبيل المثال؟ برأيك أخي أحمد لما سمعت حكومة السيد السراج كيف ستتعامل مع القانون الصادر من مجلس النواب اليوم؟ أخي الكريم، مجلس النواب الجهة التنفيذية ما اعترف بها، وحكومة الوفاق جهة تنفيذية، اللي ما تقوم من تشريعات ونص من قوانين الجهة التشريعية حيتم تنفيذها في الجهة التنفيذية. وهذا اتفاق حتى في اجتماع رسمي مع السيد أحمد المتيق، قال إذا تم تشريع قانون من التشريع اللي هو البرلمان سيتم تطبيقه. وهذا مش وجه خلاف أخي الكريم، احنا عندكم الطيب المبارك يجب أن نبتعد على هذه التقسيمات. أخي الكريم احنا عندنا يعني أمور أخرى ممكن السؤال عنها في مسألة يعني ما بعد هذا القانون من لا هو يعني ما قبل الحديث عن ما بعد هذا القانون، الكثير يسأل عن تنفيذه، هل سينفذ، خاصة أنه إجراءات أخرى أو هناك إجراءات أخرى اتخذها السيد عثمان عبد الجليل وزير التعليم
الحكومة حكومة الوفاق منها زيادة أو علاوة على أساس الحصص، هل سيتخلى السيد عثمان على هذه الإجراءات وينفذ قانون مجلس النواب؟ أخي الكريم أجاوبك بسؤال عن سؤالك، أي أولى القرار أم القانون؟ الأولى القانون أخي الكريم، والقانون جاء فطبعا هذا قرار وإلى حد الآن حبر على ورق من القرارات السابقة، وأتمنى أن يكون هذا القانون يطبق يعني ويأخذ حيز التنفيذ، لأن هناك مجموعة قرارات تم إقرارها في السابق وعلى سبيل المثال ليس الحصر في مجلس الوزراء في قرار رقم 641 لسنة 2013 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة الليبية بنسبة 20%، وقرار مجلس الوزراء ل 172 بشأن زيادة مرتبات جميع العاملين بقطاع التعليم 300 دينار، وقرار مجلس الوزراء ال 163 لسنة 2015 بشأن منح ميزة 300 دينار لمراقبي التعليم و250 مفتشين تربويين و200 دينار لمساعدي مدراء المدارس، وعلاوة حصة 5 دينار، والقرار 156 لسنة 2015 بشأن منح مبلغ 300 دينار بدل بدلة سنوية لكل معلم أسند إليه فصل دراسي، وكذلك أقر البرلمان قانون حماية المعلمين سنة 2017 وحال للجنة، والحمد لله وتم إقراره ببارك الله فيهم أعضاء البرلمانيين اللي كانوا وراء هذا العمل، وسيحسب لهم وسيشهد لهم التاريخ. شكرا جزيلا لك الأستاذ أبو بكر العباني نقيب معلمي طرابلس، حدثني عبر الهاتف من مدينة طرابلس. أعود لضيفي هنا في الاستوديو لأختم معهما، وأبدأ معك أستاذ محمد الفلاح، كلمة في ختام هذه الحلقة تفضل. المشكلة بنوضح نقطة اللي هي المشكلة اللي أدت إلى تأخر إصدار القانون، هي الحقيقة ليست ضد المعلمين وإنما لعدم فهم رسالة التعليم، فكان أغلب من يعنيهم الأمر يرى أنها مهنة، ولكنها في الحقيقة هي ليست مهنة، فهي رسالة، والرسالة أمانة وحمل الأمانة ثقيل وهام، ولا تساوى أي مهنة برسالة التربية والتعليم. ما أود أن أقوله هو شكر، كل الشكر لكثير من الناس الذين تواصلوا معنا من خلال صفحات التواصل ومن خلال الاتصالات الهاتفية ومن خلال التواجد في النقابة ومن خلال الحضور للوقفات الاحتجاجية. نعم. فالحقيقة هم كثر، لا نستطيع سرد أسماء دون الآخرين، ويعذروني إخوتي في هذا المقام لعدم ذكرهم، ولكن نعاهدونكم بأن هذا الحراك سيتم تجميعه في كتاب سيذكر كل هذه الأسماء وكل هذه المواقف. وأخيرا أسمح لي دكتور، أنا وأخي عبد النبي وعدنا فأوفينا وكنا في المواد. أعود إليك أستاذ عبد النبي العرفي الناشط التربوي، كلمة في الختام تفضل. أود أن أوجه التحية العطرة المخلصة الوطنية لجميع نقباء المعلمين، رؤساء النقابات بليبيا بالمنطقة الشرقية حسب الذكر، نقباء معلمين من طبرق، الأستاذ سالم المرمي، الأستاذ عاشور، الأستاذ اللافي، أيضا الأستاذ علي بوبو علي إدريس، الأستاذ رمضان ماضي، أستاذ بوشناف العالمي، كل النقباء اللي كانوا معنا سند قوي حقيقة، وهم اللي كانوا يعطون الزاد للتقدم الأمام. أيضا أود أن أورد التحية العطرة الشريفة لمدراء المدارس بمدينة المرج وببلدية الشحات والقبة والأبرق والقيقب وطبرق والساحل، هؤلاء الحقيقة كانوا أيضا لنا سند كبير وعظيم. أيضا أوجه التحية الخالصة لمسؤولي التعليم وعلى رأسهم الأستاذ عبد السيد برواق مسؤول تعليم مدينة القبة بلدية القبة، اللي كان طبعا أحد المناظرين حقيقة، هذا الرجل يحظى لدينا بتقدير واحترام كبير. أيضا أود أن أعلن من هذه القناة الموقرة، قناة الشعب، قناة العزة والكرامة، قناة الجيش، عن أن
التعميم الصادر عن النقابة العامة للمعلمين بشأن تأجيل الدراسة إلى 14 هو نافذ باعتبار أن 14 سيكون موعد لانطلاق الدراسة بإذن الله وعودة المعلمين الذين أتمنى من خلال هذا المنبر أنا وأخوي الأستاذ محمد أن يكون هذا العمل الرائع وهذا المجد التليد دافعا لهم للرقي للاستمرار في البناء للاستمرار بالعطاء. أيضا أثني أثني على اللي حضروا معنا في مهرجان دعم المعلم المثقفين وإعلاميين ورياضيين وفنانين وحقوقيين وأخص بالذكر إذاعة المرج المحلية أيضا والإعلامية المميزة عبير يسيري رغم كل الصعوبات والتضحيات. دكتور محمد نحن أنجزنا الوعد ويبقى الآن الأمل في الجهات التنفيذية بتحقيق هذا الوعد. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد النبي العرفي الناشط التربوي كما أشكر الأستاذ محمد الفلاح الناشط التربوي وأشكر كافة ضيوفي الذين استقبلتهم اليوم عبر الهاتف. في ختام هذه الحلقة شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا. تقبلوا تحيات معدها أحمد سالم، تحياتي أحمد القمار، فما الله.